حبايب قلبي، وحشتوني جدا جدا جدا، وعشان كده جايه لكم بمسلسل ياباني قمر، والابطال اللي فيه مزز. مش عايزه اكدب عليكم، هتشوفوا وتحكموا بنفسكم. فهيمرمطوا بقى مشاعرنا ما بينهم هم التلاتة، وكمان مشاعر البطله، واللي يعني هتبقى محتاره ومش عارفه تختار مين من الحلويات دي. فلو بقى عايزين تعرفوا كملوا الفيديو للاخر، وانزلوا حطوا لايك ووصلوا ل10,000 لايك، وكمان اشتركوا في القناه واكتبوا رايكم تحت في التعليقات. ويلا نشوف الملخص. قصتنا بتبدأ مع بطلتنا هيكارو، واللي بيبقى أقصى هدف لها في الحياة إنها تعيش قصة حب وتتجوز، وعشان كده بتبدأ الموضوع من بدري. ففي الابتدائي بتعرض على صاحبها الجواز، واللي طبعا مش بيبقى فاهم حاجة وبيمشي، وبتكرر الموضوع تاني في الثانوي، وبتعرض على حبيبها يتجوزوا لما يكبروا، ولكنه برضه بيطلع واخده وبيهرب. فبتحس إن رجالة البلد ملهمش أمان، وبتصاحب واحد أجنبي من على النت اسمه كارلوس، واللي بيعرفها إنه بيحبها ودايف في غرامها وهيتجوزها، وعشان تصدقه بيوريها الخاتم، بس بيعرفها انه محتاج فلوس سلف. فبنتنا بتفرح زي الهبلة انها هتتجوز راجل مز وكمان اجنبي، فزي الهبلة بتحول له كل الفلوس اللي معاها وبتستلف فلوس تانية كمان. وبعد كام يوم بتكتشف ان هو نصاب، فبتقع على الارض من الصدمة، وبتقول ايه مفيش كارلوس، يعني كل الرجالة اوغاد برا وجوه، اجيب منين تاني؟ وبيبقى عليها ديون 8 مليون، فبتحس ان الدنيا كلها سودت في وشها. وتاني يوم بيجي لها رسالة وبيعرفوها انها اتقبلت في الوظيفة اللي كانت مقدمة عليها، فبتروح بقى عشان تستلم الشغل وتحاول تسدد اي حاجة من الديون. وفجأة بتلاقي ست بتولد، فبتروح تساعدها على دخلة واحد اسمه اكيتو بياخدها على المستشفى. بينما بقى بنتنا بتطلع للمكان اللي هتشتغل فيه، وبيبقى مبنى فخم ضخم عايش فيه علية القوم. وأول ما بتوصل بتلاقي بنوتة قمر اسمها روكا، واللي بتتصدم لما بتعرف ان بطلتنا هي الخدمة الجديدة، وده لأن منظرها ولبسها وحشين، فبتاخدها على أوضتها وبتطلع لها هدوم جديدة. وطبعا بنتنا بتبقى فرحانة بالعز اللي هي فيه، وبتتصدم لما بتشوف سعر الطقم اللي هتلبسه واللي بيبقى غالي جدا، وعشان كده بتغير بسرعة وبتطلع تتجول في المكان ولا كأن البيت بيتها. وفجأة بتسمع صوت بيانو، ولما بتمشي وراه بتلاقيه طالع من شاب وسيم قاعد بيعزف، ولما بيخلص بيقوم يتعرف عليها وبيقول لها ان اسمه ريتو، فبتعرفه انها الخدامة الجديدة. وحرفيا كده بنتنا بتتثبت من جماله ونضارة بشرته، السكين كير روتين بتاعك يا فنان، على دخلة روكا اللي بتشدها عشان تتعرف على صاحب البيت، واللي بيبقى بطلنا شيون أوسم وأغنى رجل أعمال في البلد، وعنده شركة أزياء مشهورة، وكل البنات بتحبه وكل البنات حلوين. وبنتنا بتبقى مصدومة، وده لأن ده تاني راجل وسيم تشوفه النهاردة، فبتقول الرجالة دي كانت فين لما قررت تتجوز. ولما روكا بتحس بيها بتقول لها عندك الحب هنا ممنوع، وده لأن البطل مش كيوت زي ما انتي فاكرة. وفعلا بيبقى عندها حق، وده لأنه لما بيلاقي حاجة غريبة في الأكل بيجري على المطبخ وبيمسك الطبخ وبيمسح بكرامته البلاط وبيطرده، وكمان بيكب على العصير، وكل واقف ومحدش بينطق إلا بطلتنا الشجاعة اللي بتروح تزعقله وبتطلب منه يحترم نفسه عشان الناس مش لعبة في إيده. وأول ما بيبرق لها وبيقول لها انتي مين يا شاطرة، بتنزل على ركبتها وبتعتذر له وبتعرفه انها الخدامة الجديدة، وان عليها ديون ب8 مليون، ولو ما دفعتهمش هتترمي في الشارع. فبيتصدم انها بنوتة لانه كان مشغلها على اساس انها راجل، فبيعرفها انها كده كده هتتطرد، وده لانه مش بيطيق الستات. فالشجاعة بتاخدها تاني وبترجع تزعقله وبتقوله التحيز اللي انت فيه ده، فبيقول لها بره وبيمشي. فاروكا والعازف بياخدوها وبيواسوها، وبيعرفوها ان البطل يبان شرير وقاسي من بره، بس هو طيب وحنين خالص، وهي اصلا مش بيبقى فارق معاها كل ده، وبتفكر ازاي تجمع الفلوس. وعشان كده لما البطل بيجي بتروح تعتذر له، واللي هو انا بطاطا تحت رجليك. على دخلة اكيتو اللي هي شافته الصبح، وبيبقى ده صاحبهم الرابع وعايش معاهم هنا، وبنعرف انه دكتور. وبنتنا بتوري البطل صورة الايميل اللي جالها، واللي بيبقى مكتوب فيه انها توظفت خلاص، وبتعرفه انها مش هتمشي. فابننا بيوافق بس بشرط واحد، انها تعمل طبق يعجبهم هما الاربعة، ولو اي حد اعترض او زعل هتمشي. فبتوافق على التحدي، وكلهم بيعرفوها الاكل اللي مش بيحبوه، فبتحتار وبتقول يا لهوي هطبخ ايه، بس بتضطر تلبس المريله وتجري على المطبخ، وده لانه قدامها نص ساعه بس.
وبعد تفكير عميق 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 بتعرف هي هتعمل ايه، واول ما بتفتح التلاجة بتتصدم من كمية الاكل اللي فيها، وبتحس ان دول ممكن يأكلوا قبيلة بحالها مش اربعة بس. وبتبدأ بقى تشتغل في حين ان بطلنا قاعد برا ونافش ريشه وواثق من جواه انها هتفشل، وبيبقى متابعها بالدقيقة والثانية، وحرفيا بيبقى فاضل 10 ثواني بس. وعشان كده ضحكة الشر بتترسم على وشه، بس لما البطلة بتعرفوا انها خلصت بيتصدم، فبيروحوا بقى عشان يدوقوا. والصراحة يا جماعة بيبقى شكله مغري، زكتنا من هنا وجعت، وكلهم بيدوقوا وبيعجبهم وبيشكروها ما عدا بطلنا اللي بيبقى شايف ان ده عك واهدار للموارد لان كل ده مش هيتاكل. بس لما بياكل مش بيقدر يمسك نفسه من الحلاوة وبيعرف انه جميل جدا، وحرفيا الاكل بيخلص وبيبقوا عايزين تاني. فبنتنا بقى بتنفش ريشها وبتعرفهم انها من النهاردة مسؤولة البيت وهتعمل لهم كل الاكل اللي نفسهم فيه. فالرجالة بيحس انهم هيتدلعوا، لحد ما بطلنا بيقول لها انا برضو مش هشغلك انتي مطرودة. وطبعا بطلتنا بتبقى عايزة تروح تجيبه من قفاه، واللي هو عامل لك ايه اكتر من كده. فبتنام شبه الفراشة البريئة وبتصحى تاني يوم من بدري وبتلم حاجتها عشان تمشي. ولما بتخرج بتلاقي في وشها واللي هو أداة عليك بإيه، لو حد مسلطك عليا مش هتبقى كده. ولكن بطلنا القاسي أبو قلب حجر بيقول لها عارفة السكة ولا بعد حد يوصلك؟ وقبل ما تمشي الدكتور بيقول له أنا موافق إنها تشتغل، والعازف هو كمان بيوافق. وبنتنا هي كمان بتعرفه إن مفيش خوف منها لو اشتغلت، عشان عمرها ما هتبص له لأنه مش نوعها المفضل أصلا وكمان مش وسيم. وروكا هي كمان بتيجي تتحايل عليه فبيضطر يوافق، وبيطلع لها العقد بتاعها وبيعرفها انه لو لقى ذرة تراب في اي حتة في البيت هتطرد، وكمان الحب والمواعدة ممنوعين هنا فما تبصش لاي راجل فيهم. فبتقوله من الناحية دي اطمن، ده انا خدت على قفايا كتير ومش هعيد التجربة تاني. والعازف بياخدها بقى في جولة وبيعرفها ان البطل هو صاحب البيت ده وعنده شركة ازياء مشهورة وروكا العارضة الرئيسية بتاعتها، وانها صاحبتهم من لما كانوا صغيرين وبيعتبروها زي اختهم، انما هو عازف بيانو مشهور وبيعزف في حفلات الشركة وبيلبس من عندهم كمان عشان يروج لهم. انما بقى الدكتور ليه اسهم في شركة البطل، وبيعرفها انه بكده يبقى هما التلاتة رجالة مزز واخلاقهم عالية وما يتسابوش. وبيقرب منها وبيعرفها انه عكس البطل تماما، وانه بيقدر الحب والمواعدة وشكله كده هيرتبط قريب. فبنتنا بتتثبت، لو طولت اكتر من كده احنا اللي هنتثبت. فبنتنا بتعرفه انها ست محترمة وجاية هنا تشتغل بس، ومن جواها بتعيط وبتقول كنت فين لما قررت اتجوز، وبتقعد تندب حظها الفقر اللي وقعها في الرجالة الاوغاد قبليهم. وبعدها بتروح ترص الحاجة وفجأة بتلاقي البطل جاي من وراها ولسه خارج من الحمام، فبيقرب منها، لأ بيقرب أكتر. فبنتنا بتتكسف ودماغها بتروح لحتة تانية، فبيقول لها بكل برود انتي واحدة مزعجة تعرفي كده. فبتقوم ومن الخضة بتتكعبل، فبياخدها في حضنه، فبتسرح وبتقوله اه ريحتك حلوة. فبيقول لها وانتي ريحتك وحشة، يا ليت تبقي تستحمي، جراثيمك ملت علينا البيت. وبيديها الكتاب اللي فيه القواعد اللي هتمشي عليها عشان تذاكره، فبتقعد تقرا فيه، ولما بتخلص جزء كبير بتحتفل وبترقص. ولما الدكتور بيشوفها بيستغرب بس بيمشي، وده لانه مشغول، وهي كمان مش بتبقى فاضيه عشان لسه وراها حفله ترويق للبيت الطويل العريض ده كله. وبتفضل كده لحد ما بتوصل لاوضه العازف، واللي حرفيا بتبقى عباره عن مزبله وكلها ورق، فبتلمه وبتحطه في الباسكت. وبعدها بتروح اوضه روكا واللي بتبقى بنوته نظيفه، وبيبقى عندها مستحضرات تجميل كتير، وبنتنا بتبدأ تشوفهم على دخل روكا اللي بتقول لها لو عايزة أنا ممكن أحطلك، وفعلا بتقعدها وبتبدأ تزبطها. ولما بتخلص بنتنا بتبقى طالعة زي القمر، فبيتصوروا وروكا بتنزل الصورة على الانستا. ولما بطلنا بيشوف الصورة دي بيتصدم من جمال البطلة وبيبدأ يحس بحاجة غريبة، بينما بقى بنتنا بتطلع مهارات الشيف الشربيني اللي جواها وبتعمل لهم عشاء تحفة. فبيقولوا لها تسلم ايدك يا ست الكل، يا مأكلانا يا مدلعانا، والصراحة نفسي ادوق حاجة من ايديها، ريحته واصلة لحد هنا. المهم انها بتلاحظ ان البطل متعشاش، فبتشيل له نصيبه وبتسهر طول الليل تستناه. ولما بيجي بتقول له هسخن لك العشاء، فبيقول لها نعم تسخنيه، يعني هو كان بارد، يعني انت مش مهتمة، وبيسيبها وبيمشي.
كويس انهم مش مخطوبين. المهم بقى ان الباشا بيروح يقعد في عربيته وحيد شريد، وبيبدأ يفتكر ذكرياته المؤلمة. وبنعرف انه لما كان صغير كان عنده ام قادرة، وحرفيا هو وابوه كانوا بيترعبوا منها ومحدش كان بيقدر يتكلم، وكانت بتتحكم في كل حاجة، وعشان كده بطلنا طلع عنده عقدة وبيكره الستات وبقى متحكم زي امه، على عكس بطلتنا المسكينة اللي بتقف تغسل المواعين. وفجأة بتلاقي الدكتور الجنتل بينشف معاها، فبتقوله برافو عليك بتمسح شبه البنات بالظبط، فبيتخض وبيرمي الحاجات من ايده، وشكل كده عنده عقدة وماضي مؤلم شبه صاحبه. ولما بيرجع اوضته بيلاقي في واحدة اتصلت بيه اكتر من مرة، فمش بيعبرها وبيحط التليفون وبيبقى خايف ومرعوب. وتاني يوم بطلتنا بتصحى متأخر بس مش بيهمها، وبتقوم وبتتمخطر، وده لأنها خلصت كل الشغل اللي وراها امبارح. بس بتتصدم ان الشقة عبارة عن مزبلة وما فيهاش حتة نظيفة، فبتتخيل ان البطل لما يصحى هيتحول لشيطان وهيعاقبها، وده لانه بيكره الفوضى وبيقطع افكارها العازف الوسيم. واللي بيعرف ان هو اللي عمل كده عشان بيدور على الورقة اللي خدتها من قطه، وده لانه كاتب عليها معزوفة جديدة، فبيعتذر لها على اللي حصل، فهي اللي بتعتذر له عشان خدت حاجة من قطه من غير ما تقصد. فبيقول لها فداكي انتي تعملي اللي انتي عايزاه يا ست الكل، وبيقرب منها وبيوشوشها، والخصوصية بتبقى على اعلى مستوى، وده لان روكا واقفة تتصنت عليهم. وبعدها بنتنا بتروح تحضر الفطار على دخلة البطل اللي بيبقى جايب زعبيبه كالعادة، فبنتنا بتجري عشان تجيب له اكله، بس بتتفاجئ انه كان من اكلها هي، فبتحاول توقفه وبتقول له ده اكل الناس الفقيره اللي زيي، فبيقول لها بجد ما خدتش بالي، وبياخد الطبق كله وبيمشي. فبنتنا بتستعوض ربنا في اللي راحه وبتروح تجهز الفطار. وبعد ما الكل بياكل بيمشوا ما عدا العازف اللي بيفضل قاعد وباصص عليها، ولما بتساله بيعرفها انه دايب في جمالها، وبيقرب منها وبيديها ورقه الموسيقى اللي الفها، وبيعرفها انه بقاله فترة فقد الشغف والالهام، انما بقى اول ما جت عندهم حس بمشاعر غريبة والالهام رجع تاني، فبيعرض عليها انهم يرتبطوا، فبتقوله نعم انت عايز البطل يطردني، فبيقولها خلاص خلي الموضوع سر وانا كده كده مش هسيبك، وبيطلع يجري. وبعد شوية بيطلع لها وبيطلب منها تيجي معاه، فبتقوله نعم نحن بنات عائلات محترمات، بس بتكتشف انه عايزها تنشف له شعره، فبتنشفه وبتقعد تحسده من جواها، وده لأن شعره أنعم من حياتها وحياتنا كلنا. وبعدها بتكمل ترويق وبالغلط بتوقع تمثال، بس بتلحقه قبل ما يتكسر لحسن البطل يجي ويكسر رقبتها. واللي بتشوفها هي روكا وبتسألها إذا كان في حاجة غريبة مخبياها، فبنتنا بتنكر طبعا، فروكا بتديها لبسها الجديد عشان تلبسه، وبتعرفها ان البطل هو اللي بعته. وبالليل بنتنا بتقرر انها هتروح للعازف وتعرفه انهم مش هينفعوا يرتبطوا حتى لو سر لانها مش بتحبه، فبتروح تخبط عليه، ولما مش بيرد بتدخل، فبتلاقيه نايم شبه الملاك البريء، فبقرر تمشي من غير ما تزعجه، بس ابننا النمس بيبقى صاحي كمان مش لابس فلنة، فبنتنا بتتكسف، فبتعتذر له انها دخلت من غير اذنه، فبيقولها لا تعالي اقعدي جنبي. وبطلنا بيوصل في اللحظة دي، ولما بيلاقي باب قطه مفتوح وهو قاعد بالفلنة وهي قاعدة جنبه، بيفهمهم غلط وبيقول طالما قاعدين لوحدهم يبقى الشيطان تلتهم، لا الكلام ده ما يحصلش في بيتي، البيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر. فبيجرجرهم على الصالة وبيبدأ يحقق معاهم، فبطلتنا بتقول له أحلف لك بإيه إني كنت بعتذر له، فبيخرج الشيطان اللي جواه وبيقولها اه تعتذري له على السرير. ولما بيلاقي الدكتور جاي بيقول له تعالى شوف الفضيحة اللي حصلت، وبعد ما بيمسح بكرامتها البلاط بيمشي، وبتبقى هي مصدومة اصلا ان العازف قاعد وعامل نفسه مش من هنا وما دفعش عنها حتى. وتاني يوم بتصحى من بدري وبتجهز للبطل الفطار اللي بيحبه، وبتحاول تعتذر له والجيران عمها عشان يسامحها، فبيقول لها شكلك بتحبي الرجالة الوسيمين، على فكرة بقى البواب بتاعنا وسيم، خايف اجي في يوم الاقيكي مرتبطة بيه، هو ده طحن الخواطر زي ما بيقولوا، ومش بينجدها من ايديه الا وصول الدكتور اللي بياخده معاه على الاسانسير. وابننا برضو بيفضل يشتم فيها لحد ما الدكتور بيسأله اذا كان بيعمل معاها كده عشان عقدته من الستات، عشان باين عليها انها بنت مختلفة، فبيقول له نعم كلهم صنف واحد، لا انا عايزك تفك كده وتفرفش عشان بالوضع ده مش هعرف اتجوزك والمليارات هتروح مني. انما بقى بطلتنا الغلبانه بتبقى بتعمل شغل البيت، وفجاه العازف بيجي من وراها وبيضحك لها ضحكه بريئه، بس هي بتخاف وبتحس ان النوايا مش تمام،
فبياخدها على أوضته وبيقعدها على البيانو وبيعلمها وبيعزف معاها كمان، وبتبقى مبسوطة وهو كمان مبسوط عشان نفسيته بقت كويسة وعنده مشاعر كتير وهيقدر يألف أغنية جديدة لحفلته الجاية. وعلى الجانب الآخر روكا بيبقى عندها جلسة تصوير للهدوم الجديدة وبيبان عليها إنها مش مندمجة، والبطل بيلاحظ كده فبيطلب منها تركز شوية خصوصا إن عندهم حفلة قريب. وبالليل الرجالة بيبقوا قاعدين سوا وبنشوف البطل وهو بيسأل العازف إذا كان خلص الأغنية بتاعته لأنه المفروض هيعزفها في حفلة شركته. فالعازف المسكين بيقول له أخلصها إزاي وأنا لسه سنجل، عارف لو سبتني أرتبط هتلاقي كمية أغاني ما حصلتش. وبما إن الخصوصية على أعلى مستوى لما كان ماشي بيلاقي البطلة بتتصنت عليهم فبيقرب منها وبيقول لها إنهم هيبقوا عشاق قريب، وطبعا بنتنا بتتثبت وإحنا مشاعرنا بتنهار. ولما بيبص في عينيها بيحس ان الافكار خلاص جاتله فبيجري على اوضته وبيكمل تأليف وبينام على نفسه من كتر التعب، وده كله بعد محاولات كتير بقت بالفشل. وتاني يوم بنتنا الحنينة بتيجي تطمن عليه فبيقول لها للأسف ما ألفتش حاجة عشان انتي بعيد عني، وبيقرب منها وبيغفلها وبيبوسها. يا جامد ده البطل ما عملهاش. وبنتنا بيحصل لها صدمة ثلاثية رباعية خماسية وروكا بتتفرج عليهم، مش قلتلكوا الخصوصية عالية؟ فبتقرر بقى تسيبهم وبتمشي وهي بتتمخطر وبتتمنى تلاقي حبيب. إنما بطلتنا بتفوق من صدمتها وبتبعده عنها وبتعرفوا ان ده ما ينفعش لحسن البطل يعلقهم من قفاهم، وبتطلع تجري على اوضتها وبتبقى مكسوفه بس قلبها بيدق جامد وهينط من مكانه، وبتقول يقبرني جماله كان فين ده لما قررت اتجوز. وعشان مشاعرها تتلخبط اكتر بيجي لها بالليل وهي بتشتغل وبيقول لها ايه ده حبيبه قلبي بتعمل بنفسها، لا ده انا جاي اعمل مكانك اهو بالمره قرب منك. وبيبقى جايب لها عصير فبتعرفه ان ده ما ينفعش فبيزعل وبيقرب منها وبيقول لها ايه ده مش عايزه تبقي معايا عشان خايفه من البطل؟ ما تخافيش ده صرصار وما يقدرش يطردك، وكمان انا راجلك وهحميكي. على دخل بطلنا واللي بيقول لهم انا حاسس ان في حد كان بيجيب في سيرتي، فالعازف الاصيل بيقول له البطله كانت بتشتمك وبتقول عليك صرصار. وطبعا ده بيصدق صاحبه فبيلف لبطلتنا وبيقول لها انا عارف انك مش طايقاني عشان منع الحب والارتباط وانت عايزه تتجوزي واحد فينا. فبتقول له احلف لك بايه اني بريئه؟ فبيقول لها خرسي صاحبي العازف الملاك البريء مش هيبل عليكي. فالعازف الاصيل بيقول له طبعا وبيطلع يجري وبيسيب بنتنا تاخد قصيده التهزيق اللي هي متعوده عليها لوحدها. وبعد شويه بنتنا بتخرج من الحمام وبتبقى زعلانه طبعا بسبب الشتيمه اللي خدتها. انما بقى البطل شغال ولا على باله وفجاه بيسمع صوت، ولما بيطلع بيلاقيها مغمى عليها فبيوديها اوضتها وبيخلي الدكتور يكشف عليها، ولما بتفوق بيعرفها انها تعبت بس من كتر الشغل ولازم تخلي بالها. وتاني يوم بتقوم بدري كالعاده عشان تجهز الفطار، ولما بطلنا بيشوفها بيطمن عليها فبتقوله ايه ده اول مره تعاملني باحترام وما تهزقنيش. فبيقول لها طب خلاصي بقى عشان انا جعان والا ههزقك تاني. وبعد لما بيمشي الدكتور بيجي يطمن عليها وبيحط ايده على راسها عشان يشوف الحراره، وبنتنا بتتخض وبيطلب منها ترتاح لان شغل البيت هم مش بيخلص انما صحتها اللي هتتأثر. فبتحس ان هو طيب ومختلف مش شبه البطل الوغد القاسي، فبتطلب منه يجي يتسوق معاها. ولما بيروح بيحكي لها عن حياته وبيعرفها ان كان عنده 3 اخوات بنات كبار انما ايه مورينه النجوم في عز الظهر، وكانوا بيتحكموا في حياته وعشان كده هو كمان مش بيطيق الستات. فالبطله بتتصدم واللي هو يا لهوي كلكم كده عندكم تروما، امال مين اللي سليم؟ وعشان تكمل بيعرفها ان وريس اشهر مستشفى في البلد، وبنتنا بتبكي من جواها بسبب الاخلاق العاليه اللي هتضيع دي وتقعد تدعي على اخواته. ولما بترجع البيت بتجهز الاكل وبتبقى سرحانه لدرجه انها بتفتكر مامتها، وبنعرف ان هي اللي علمتها كل حاجه. محتاجين كلنا نسافر ونتعلم من الحاجه دي. المهم ان بطلتنا بتفوق وبتكتشف المصيبه اللي عملتها، وهي انها حطت من المكونات اللي البطل مش بيحبها. فبتتخيل بقى ان الشيطان اللي جوه هيطلع وهيزعق لها وهيطردها، فبتقع على الارض وبتقعد تخبط راسها في البوتاجاز. على دخلت روكا اللي بتهديها وبتدوق الاكل اللي عملته، فبيعجبها وبتقول لها تسلم ايديك يا ست الكل هو مش هياخد باله اصلا. فبتروح تقدم لهم العشاء وبتبقى ركبها بتخبط في بعض بس بياكلوا ومحدش بياخد باله، وكمان بطلنا بيقول لها تسلم ايدك يا ست الكل، وكمان بيعرض عليها تتعشى معاهم. فبنتنا بتحس قد ايه ان هو كيوت وبريء خالص، وعشان كده الشجاعة بتاخدها وبتعترف له انها حاطة من المكونات اللي مش بيحبها.
وفي ثانية بيتحول وبيخرج الشيطان اللي جواه وبيبقى عايز يجيبها من قفاها، لولا ان روكيا بتهدي وبتعدي الموقف. وبعد الاكل عزفنا الوسيم بيروح للبطلة وبيعتذر لها على كل اللي عمله معها الفترة الاخيرة، وبيعرفها انه مش بيحبها وكل ده كان تمثيل عشان بس يعرف يألف، فبتتبسط وبتسامحه فبيمشي. وتاني يوم بتصحى من بدري وبتدي بطلنا الشمسية وبتعرفه ان الدنيا ممكن تمطر النهاردة، وبتسأله بكل حنية تعمل اكل ايه، فبيقول لها اللي انت عايزاه، كده كده لو معجبنيش ههزقك برضه. وبيمشي عشان شغله، وروكا هي كمان بتبقى راحة معاه فبتستغلها فرصة، وبيركبوا سوا في الاسانسير. وبتسأله فجأة كده اذا كان معجب بالبطلة، ولما بينكر بتقرب منه وبتبوسه. ونروح بقى للدكتور اللي بيبقى بيتدرب لحد ما بيجيله اتصال وبيعرف ان عنده حفلة النهاردة. ولما بيشوف البطلة بيقرب منها وبيقول لها انا عايزك تبقي حبيبتي، وطبعا بنتنا بتتصدم. وبالليل بيلبس وبيتشيك وبيبقى مستنيها، ولما بيشوفها بالفستان بينبهر بجمالها، ولكن في الواقع هي اللي بتقعد تسبله وبتحس ان ده عريس مناسب وان دي فرصة كويسة ومش لازم تضيعها. فبيمسك ايديها وبيراجع معاها الكلام اللي حفظه لها، وكالعادة روكا واقفة في النص عشان الخصوصية. وبنعرف ان هو الصبح طلب منها تبقى حبيبته عشان في شخص معين عايز يغيظه في الحفلة دي، وبنتنا وافقت. ودلوقتي بقى وهم ماشيين بطلنا بيقابلهم وبيحس ان في حاجة غريبة ما بينهم، بس مش بيتكلم وبيبدأ يغري عليها. واللي بتلاحظ الموضوع ده هي روكا القادرة، وبتستغل بقى انهم لوحدهم فبتسأله تاني اذا كان معجب بالبطلة، فبيطلب منها ما تتدخلش في حياته، وكمان بيعرفها ان اللي عملته الصبح ده ما ينفعش، وانه لو اتكرر تاني مش هيسيبها لانه بيعتبرها زي اخته. فبتصوت في وشه، وده لانها كانت بتحبه طول الفترة اللي فاتت، بس هو حلوف لا يبالي. وفي الوقت ده البطلة والدكتور بيوصلوا الحفلة، وبنتنا بتبقى متوترة جامد، وده لأنها بتشوف الدكتور أجمل راجل في الكوكب وكمان بينور في الضلمة حرفيا، فبتحس إن قلبها بيرفرف وهتقع في غرامه. فأول حاجة بتعملها هي إيه؟ بتجري على البوفيه طبعا وبتجيب له أكل معاها، وبيبقى منظرهم وحش قدام اللي موجودين. وفجأة بتيجي واحدة تسلم عليهم، وبنعرف إن دي مرات أبو الدكتور، وإنها كانت بتقرب من الدكتور في الأول عشان توقع أبوه وتتجوزه، ودي تعتبر اللي كبرت العقدة عنده أكتر. فبيقرر يغزها وبيعرفها إن البطلة تبقى حبيبته وإن واقع في غرامها. ومرات أبوه الحرباية بتقعد تتريق على شكلها ولبسها وتصرفاتها، وبتوصل للدكتور كده رسالة غير مباشرة، واللي هو ما لقيتش إلا دي وتحبها. وبنتنا بتبقى هبلة وبتتوتر بسهولة وبتوقع العصير فبتتريق عليها أكتر، وعشان كده بياخدها على برة، فبتعتذر له على اللي عملته. فبيحكي لها بقى عن مرات أبوه وبيعرفها إنه كان بيحبها من أيام الإعدادي، وإنه كان بيحلم باليوم اللي هيتجوزها فيه، بس بيكتشف إنها عشيقة أبوه وعملت كل ده عشان تتجوزه وتاخد فلوسه، ومن ساعتها هو مش طايق يرجع البيت تاني وقاعد مع البطل. فبنتنا بتقوله طب ما كانت تتجوزك أنت وهتاخد نفس الفلوس، كويس إنها ما عملتش كده، ده رأيي أنا كمان. وبنتنا بترتاح له وبتحكي له هي كمان عن ماضيها المؤلم وعن الرجال الأوغاد اللي مرضوش يجوزوها، ومن ساعتها وهي قررت مش تتجوز اصلا، بس لما جت عندهم البيت حست انها ممكن تتراجع عن قرارها، وده لان في الكويس والوحش من كل حاجه، وبتشجع بطلنا ان هو يدور على بنت تحبه بجد، وده لان في ستات كتير كويسين، طبعا باكد على المعلومه دي. فابننا بيفرح وبيبدا يحس بمشاعر غريبه ناحيتها، وبيرجعوا البيت بيضحكوا، ولكن بطلنا الغراب واقف لهم وبيسالها هي اتاخرت ليه، فالدكتور بيروح ينام، انما بقى البطل بيبقى حنين كده وبيعرفها ان العشاء ما كانش ليه طعم من غيرها النهارده. فبنتنا بتمسك قلبها وبتستنى التحول والشتيمه اللي جايه في السكه. بينما بقى روكا اللي انا تعبت لها بتبقى قاعده تتصنت عليهم وبتتاكد ان في حاجه ما بينهم. وتاني يوم بنتنا بتصحى بدري وبتقعد تفكر في كلامه ومش بتبقى مصدقه ان ده البطل، وبتبقى مستنيه بقى يجي يفطر، ولكنه بيفاجئها بشياكته وما بيبقاش عنده تناسق في اللبس بربع جنيه. يا اخي ده انت المفروض صاحب شركه ازياء. المهم ان كلهم بيفطروا وبياخد روكا وبيمشوا عشان يروحوا الشركه، فبتعتذر له على اللي عملته المره اللي فاتت فبيسامحها، وبيعرفها انه ناسي حاجه وطلع يجيبها. ولما كان نازل بطلتنا بتوقفه وبتعرفه انها جهزت له الاكل اللي بيحبه، فالحجر بينطق وبيعرفها انه من غير، وده لانه بينزل في قلبه قبل معدته. وبنتنا بتترعب من تحوله المفاجئ ده وبتحس انها اسعد انسانه في الكوكب. وابننا بيبقى مبسوط فبيمسك ضحكته لحد ما بيدخل الاسانسير وبيبقى قمر. شفت لما بتضحك وشك بينور ازاي؟ وبينزل عشان يركب العربيه وبتبقى روكا مستنياه، بس فجأة بيجي مصمم كان عنده في الشركة قبل كده ولكنه طرده عشان حرامي، وبيبقى عنده نوايا شريرة وبيبدأ يضرب بطلنا، بس روكا بتبقى واقفة وبتحميه وبتاخدها مكانه، فبيطلعها على فوق والدكتور بيعالجها. أحلى حاجة يا جماعة وجود دكتور معنا في البيت.
وبتيجي بطلتنا وبتعرفه انها هتهتم بيها وبتديها دواء وبتطلب منها تجيبه لها، وبطلنا بيبقى زعلان وبيدخل اوضته ومش بيرضى يكلم حد، لحد ما البطلة بتدخل تعرفه انها رايحة مع روكا المستشفى، ولما مش بيرد عليها العازف بيقول لها روحي وانا هخلي بالي منه، ولما بتمشي العازف بيسأله ماله فبيعرفه ان هو جبان ومقدرش يدافع عن روكا وان كان ممكن يحصل لها حاجة بسببه، فالعازف بيطمنه ان روكا هتبقى كويسة، وبنعرف ان كلهم بيعتبروها زي اختهم. وعلى الجانب الاخر روكا بتخلص كشف، ولما بتطمن على نفسها بتاخد التاكسي ومش بترضى تركب البطلة، وبتقول لها الدكتور شكله عايز يقولك حاجة. يعجبني يا جماعة ان روكا فاهمة، ما هي لازم تفهم، رامية ودنها في كل حتة. والدكتور بقى بيعرف بنتنا انه بيحس بمشاعر ناحيتها وبيعرض عليها الجواز، ومش بس كده هيسدد كل ديونها ومش هيخليها تشتغل خدمة تاني، وهيقعدها في البيت معززة مكرمة وتبقى اميرته المدللة وتصرف في ملياراته براحتها. وبنتنا بتتخض قدام كل المغريات دي، زكت احنا اتخضينا. المهم ان الدكتور بيعرفها انه هيديها فرصة تفكر، فبتطلع تجري مصدومة. يا حبيبتي مصدومة، بتقعد تقول لنفسها الواد جامد وما يترفضش وكمان اخلاقه عالية، وفجأة بتفكر في بطلنا فبتصوت وبتطلع تجري في الشارع زي الهبلة. ولما بترجع بتعدي من جنب أوضة العازف وبتتبسط لما بتلاقي بيعزف، وبعدها بتروح لروكا وبتديها الدواء بتاعها، فبتسألها البطل بالنسبة لها ايه، فبنتنا بتقول لها مديري الوغد الشرير، وفي بعض الأحيان بيتحول لشيطان مش أكتر من كده. وبالليل على العشاء بتفضل بصة على الدكتور وبتحس انه عريس لقطة وما يتسبش، بس برضو بتلاحظ ان البطل زعلان. وتاني يوم بتصحى من بدري وبتطلع تجري عشان تلحق ترمي الزبالة، لحد ما الدكتور بيخدها وبيقول لها ايه ده معقول شايلة بنفسك وانا موجود، وبيشيل مكانها. سؤال يطرح نفسه، هو ليه محدش بيشيل مكاننا؟ المهم انه بيعرف البطلة انها لو احتاجت اي حاجة في اي وقت تقوله، وده لانه بيعرف يعمل كل شغل البيت. نقطة ضعفي الرجل اللي بيعمل شغل البيت، مش لوحدي بطلتنا هي كمان بتتثبت وبتحس ان دي اشارة وكانت لسه هتوافق. لولا ان الدكتور بيطلع يجري وبينقذ طفل كان هيتخبط من العربية، وام الطفل بتيجي تشكرهم، فالدكتور بيعرف بطلتنا انه شخص هادي وبيحب الاطفال والاستقرار والعيلة. ومش عايزة اقول لكم بطلتنا بتبقى مشاعرها عاملة ازاي ومشاعرنا احنا كمان. بينما بقى بطلنا قاعد في البيت غيران على اخره، ومش محتاجين نقول ان روكا بتبقى مركزة معاه، ولما بتعرف كده بتروح تسأله تاني اذا كان معجب بالبطلة. نفسي اعرف هي روكا دي فاضية ما وراهاش حاجة تعملها، مركزة مع البيت كله. فبطلنا بيقول لها تالت ملكيش دعوة دي حياتي الخاصة، بس بيشكرها انها دفعت عنه وتعورت بسببه. بينما بقى بطلتنا بتبقى بتروق وبتقعد تفكر في الدكتور وأدبه وجماله، وبالغلط بتوقع تمثال وقبل ما يتكسر بتلحقه عشان عارفة ايه اللي هيحصل لها. وبطلنا بيبقى في قفاها وبيقول لها شاطرة عشان كنت هعلقك دلوقتي. ولما بيروح الشركة بيتفاجئ ان الدكتور جاي وراه وبيعرفه انه بيحب البطلة وعايز يتجوزها، ومن حسن الحظ بطلتنا هي كمان بتبقى وصلت الشركة وبتسمعهم. وبطلنا طبعا بيبقى غيران على اخره وبيقول له هو انا مش منع الحب والمواعدة، فالدكتور بيقول له ماليش فيه هتجوزها يعني هتجوزها، وابننا مش بيقدر ينطق. وبيفتكر ذكرياته مع الدكتور زمان وبيبقى هو أول صاحب ليه، وكان على طول بيجيب له الأكل اللي بيحبه من ورا أمه، بس طبعا لما أمه بتعرف بتجيبه من قفاه وبتخليه يسيبه. فبيروح بيته وبيقعد يفكر في اللي حصل. وعلى الغدا بطلتنا بتستغرب، وده لأن كلهم ساكتين، فالعازف بيقول لها ما تقلقيش البطل هيعرفك على انفراد. فبتبدأ تفكر ايه المصيبة اللي عملتها عشان يهزقها عليها، ولكنها بتتفاجئ ان البطل عايزها تبقى الطباخة الرئيسية للحفلة بتاعته، وبيعرفها ان في شخصيات مهمة جايين ومش عايزها تغلط، وإلا عارفة طبعا هو هيعمل ايه، فبتطمنه. بس من جواها بتبقى مرعوبة وركبها بتخبط في بعض. وعشان تكمل بيقرب منها وبيسألها عن علاقتها بالدكتور، وده لأنه شاب لقطة غني ووسيم وكمان هيسدد كل ديونها. فبنتنا بتعرف ان كل ده ما يفرقش معاها وانها بتدور على الحب الحقيقي، خصوصا بعد المرمطة اللي شافتها في الاول. فبطلنا بيفرح من جواه وعشان كده بيطلع يجري قبل ما ضحكته تبين. ولما بيخرج بيلاقي مين بتتصنت عليهم، روكا انا تعبت لها ودنها ما بتوجعهاش. فبطلنا بيسيبها وبيروح يدي العازف البدلة اللي صمموها عشان يلبسها في الحفلة، وبيبقى طالع قمر 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 يا جوزي مش محتاج حاجة. والعازف بيستغل الفرصة وبيسأله إذا كان في مشكلة ما بينه هو وروكا، وده لأنهم مش بيتكلموا زي زمان. فابننا بيقوله ملكش دعوة ركز في الحفلة وفي نفسك وبس. وبالليل بطلتنا بتسرح في مخيلتها الوردية وبتبقى محتارة ما بين البطل والدكتور، وبتحس إنها دخلت في مثلث حب ما بينهم ومش بتبقى عارفة تختار مين فيهم. خدي اللي تاخديه وسيبنا التاني.
وتاني يوم بتصحى من بدري وبتروق أوضة روكا، واللي بتبقى أصلا نظيفة. تبدأ روكا هي كمان تحكي لها عن ماضيها، وبنعرف إن كان عندها مشاكل من لما كانت صغيرة. يعني ما شاء الله البيت كله حزين في حزين وماضي مؤلم، مفيش حد كده يفرحنا. المهم إن روكا بتشكرها على جهودها، وبتعرفها إنها أول خدامة تعمر معاهم، وده لأن البطل كان بيطرد كل الخدم من أول يوم. ولما بتخرج بتقابل العازف واللي بيطلب منها تيجي معاه عشان يسمعها المقطوعة الجديدة، وبعد ما بتسمعها بتسقف له وبتقول له تحفة، وحتى لو مش حلوة هتكدبي وتقولي حلوة، الأمر ده ما بيعملش حاجة وحشة، مش عايزة أبين إن أنا واقعة أكتر من كده. وفجأة بيسألها إذا كانت معجبة بالبطل، فبتقول له لأ طبعا. وبعدها بتجري عشان تجيب الحاجات اللي هتطبخها، ولما الدكتور بيشوفها وبيعرف كده بيصمم يروح معاها، وبيعرفها انها ممكن ترتاح وتعتمد عليه وهو هيجيب لها الحاجة لحد عندها. وفي المحل بيلاقي ست كبيرة حاجتها وقعت، فبيروح يلمها لها، وبنتنا هي كمان بتيجي تلم معاه، فالست بتقول لهم الجملة الشهيرة انتوا لايقين على بعض خالص. فبيخرجوا وبيقعدوا يفكروا في كلامها، والدكتور بيعرفها انها رقم واحد في حياته دلوقتي، وهيعمل اي حاجة عشان يبسطها. صبارة وندفن نفسنا تحتيها. وبالليل بنتنا بتلاحظ ان البطل نايم، فبتروح تتأمل في جماله وبتقول يا شكلك حلو وريحتك احلى، فبيقول لها وانتي ريحتك وحشة، مش قلتلك قبل كده تستحمي؟ وبيطلع اصلا صاحي وسامع كل كلامها، وبيفكرها ان الحفلة بكرة وممنوع تغلط، عشان لو غلطت هي عارفة ايه اللي هيحصل لها. وتاني يوم بتصحى من بدري وبتشتغل زي الصاروخ عشان تهرب من بطلنا الوغد، واللي بيبقى مع الضيوف وبيسمعوا العازف القمر، واللي بيبقى غير البدلة مش مهم دي حلوة برضو. وبطلنا بيعرفه على مستثمر غني، فالعازف بيكلمه في الشغل، بس الراجل بيقوله شايف بنتي ايه رأيك فيها، بذمتك مش قمر؟ واضح ان الحاج جاي يدور لها على عريس، معلش كل الرجالة اللي هنا محجوزة. وبنعرف ان بنته دي اصلا بتشتغل عارضة ازياء في شركة البطل، ومش بتبقى طايقة روكا، وعشان كده لما بتشوفها بتروح تتريق عليها، وللأسف روكا بتبقى بسكوتية ومش بتعرف ترد. ولما بطلنا بيجي بنلاقيها قلبت كتكوت، وبنعرف انها معجبة بيه وعايزة تتجوزه. ولما بيطلب منها تحترم نفسها بتعلي صوتها اكتر، وبتقعد تشتم في روكا قدام اللي واقفين. ولما بنتنا بتسمع كده مش بتستحمل، وده لانها بتعتبر روكا صديقتها، فبتروح للبت دي وبتزعق لها، وحرفيا بتطلع كل اللي البطل كان بيعمله فيها عليها، وبيبقى كل مبهور بشجاعتها وبيصوروها وبيفضحوا العارضة. وبنتنا بتزعق للبطل لانه كان واقف زي قلته ومفكرش حتى يدافع عن صاحبته، فبيقول لها خراسي بوظتي الحفلة. فبتقول له اه الحفلة يعني شغلك اهم مننا كلنا صح، انت واحد اناني ما تستاهلش ان حد يعبرك ولا يبص لك اصلا، وبتخرج بقى كل الشتيمة اللي جواها. ولما بيطردها بتقول له احسن انا اصلا كنت هستقيل. وطبعا صمت رهيب في الحفلة، وبنسمع صوت صرصور الحقل كمان. وبنتنا على طول بتلم هدومها وبتمشي من البيت، بالرغم انه بيروح لها بالليل عشان يصالحها، بس دي بتبقى ماشية زي الصاروخ، ومن عينيا بتتكعبل وبتقع في الشارع وبتقعد تعيط على حظها الفقر. بينما بقى العازف والدكتور بيزعقوا للبطل لانه ما كانش مفروض يعمل كده، وبيعرفوه انه لازم يصالحها ويعتذر لها ويرجعها تاني. والمصيبة ان ابننا مش بيبقى مقتنع اصلا ان هو غلطان. وبعد كم يوم وهم قاعدين يفطروا الاكل مش بيعجبهم، وخصوصا البطل، فبيطرد الطباخ، وبنعرف ان ده تالت واحد يمشوا الاسبوع ده. وطبعا بيبقوا مفتقدين بنتنا اللي كانت مدلعاهم ومظبطة معدتهم، فبيتحايلوا على البطل عشان يرجعها تاني، بس ده على كلمة واحدة، انا ما غلطتش ومش هعتذر. بينما بقى بطلتنا المكافحة المجتهدة بتروح تشتغل في شركة توصيل، وبيبقى معظمها ستات مكافحة زيها وبيشجعوها، وبتبقى مبسوطة وبتحس ان ربنا بيعوضها. ولما كانت مروحة بتعدي على بيت الابطال وبتقعد تبصله وبتحس انهم وحشوها. بينما بقى الدكتور بيعرف من مديره ان في بعثة رايحة افريقيا وعايزينه يروح معاهم. وتاني يوم العازف بيتنكر، حتى حلو برضه في التنكر، وبيتسحب وبيروح للبطلة شغلها، فبتقفشه، فبيعرفها انه مفتقدها وان البيت ملوش طعم من غيرها، وكمان معدته بتشتكي عشان هي ما بقتش تهتم بيهم. وبيعرفها ان بعد فترة هيسافر امريكا عشان يدرس العزف هناك، وبيديها تذكرة اخر حفلة هيعملها هنا، وبيطلب منها تيجي اذا كان لي خاطر عندها، فبتعرفه انها هتفكر. بينما البطل بيروح لروكا وبيعتذر لها انه معرفش يدافع عنها، فبتقوله مش مهم، وبتعرفه انه بيحب البطلة وبلاش يكابر، ويعترف لها بسرعة احسن ما تروح من بين ايديه. وبعدها بتقعد مع العازف واللي بيعرفها انهم لازم يوصلوا الحل عشان يشوفوا البطلة هتبقى مع مين، البطل ولا الدكتور.
واللي بيبقى قاعد في الوقت ده ومجهز لها خاتم الجواز وبيفكر هيتقدم لها ازاي، بينما بطلنا بيبقى سرحان وده لانه عاشق والهان وبيتخيلها في كل حتة حواليه. وعشان كده لما بطلتنا بتخرج من الشغل بتلاقي قدامها وبيقولها انا عايز اتكلم معاكي تعاليلي، فبتقول له لا طالما انت اللي عايزني تيجي لحد عندي، انت ما بقتش الرئيس بتاعي خلاص. فبيقول لها ما تنسيش العقد اللي انت مضيتي معايا لسه ما خلصش، تعالي بقولك. ولما بترفض بيروح لها هو، وده لانها وحشاه، وبيقلع لها الكوفيه اللي هي لابساها وبيديها واحده تانية على ذوقه. وفجأة الشارع بينور، ليه بس كده ما نور بطلنا كفاية. والأجواء بتقلب هندية وجدارة، والفراشات والرومانسية بيملوا المكان، وشوية والكوفية كانت هتطير ويشغلوا الربابي في الخلفية، وده لأن بطلنا المغرور بيتواضع أخيرا وبيعرف أنه ما يقدرش يعيش من غيرها. فبنتنا بتبقى مصدومة من تحوله، بس بتلبسه الكوفية بتاعتها وبتعرفه أنها موافقة ترجع تشتغل عنده تاني. وأول ما بتوصل بتلاقي البيت عبارة عن مزبلة، فبيطلع يجري قبل ما تضربه. وتاني يوم الباقيين بيصحوا وبيتفاجئوا بالفطار التحفة، وبيتصدموا لما بيعرفوا إنها رجعت، وكمان معدتهم بترجع ترقص تاني وبيخلصوا الأكل كله. وبعد الأكل ركا بتنصح الدكتور إنه لو بيحب البطلة يفضل وراها لحد ما يتجوزها، إنما لو مش بيحبها يسيبها في حالها. فبيتشجع وبيروح لها وبيعرفها انه المفروض هيسافر، بس ممكن يتخلى عن كل ده عشان خاطرها، وانها لو وافقت تتجوزه هيبقى اسعد راجل في الدنيا. وبيطلع لها الخاتم على دخل بطلنا واللي بيقوله لا انا مش قلت مفيش جواز. والمرة دي روكا ومعها العازف، هما الاتنين بيتصنطوا. وتاني يوم بنتنا بتجهز الفطار كالعادة وبتبدأ تسرح في مثلث الحب الخطير اللي هي وقعت فيه، وكالعادة مش بتبقى عارفة تختار مين لحد ما الأكل بيبوظ منها. ولما بيجي ميعاد الفطار كلهم بيروحوا جري عشان جعانين، ولكنهم بيتفاجئوا انها حاطه لهم العيش فاضي، وبتكدبوا بتعرفهم ان مفيش اكل ومش بتقول لهم على المصيبه اللي عملتها عشان ما ينفخوهاش. وعلى غير العاده بطلنا مش بيفتح بقه وبيقعد ياكل هو والدكتور، وبيقولوا لها تسلم ايدك. ولما بيروحوا الشركه بنشوف العارضه الحربايه وهي عندها جلسه تصوير، وبتبقى روكا واقفه عشان المفروض هتدخل وراها. ولما بتشوفها كالعاده بتروح تتريق عليها، بس المره دي روكا مش بتسكت لها وبتهزقها، وبتدخل تتصور بثقة وجراءة وبتلفت انتباه الكل. وبالليل الدكتور بيستفرد بالبطلة وبيعرفها انه عايز يسافر بس هيبقى معاها، وده لانهم هيتجوزوا هنا بعد كده يسافروا، وده لانه مش عايز يتخلى عنها وبيقرب منها. وللأسف بطلنا بيبقى شايفهم فمش بيستحمل كده وبيمشي. وبنتنا هي كمان بترجع اوضتها وبتقول يا لهوي بقى بعد ما كنت عايزة عريس جالي اتنين وانا دلوقتي بتأمر. وتاني يوم ركاب تاخد بنتنا على شركة البطل وبتوريها فستان تحفة، وبتعرفه انه مصممه مخصوص عشانها، وده لانها هتلبسه في الحفلة بتاعة العازف، وفعلا بتبدأ تجربه عليها. ولما بطلنا بيجي وبيشوفها كده مش بيقدر يسيطر على مشاعره، وبيقول لها ان شكلها تحفة شبه الاميرات. وبنتنا عشان تكافئه بتعمل له الأكلة اللي بيحبها واللي هي عملتها لهم في أول مرة، والكل بيبقى مبسوط. وبعد ما بيخلصوا بيقعدوا كلهم يسمعوا العازف اللي بيعمل لهم بروفة قبل الحفلة، واللي طبعا بتبقى تحفة، ما جوزي القمر ده مش بيعمل حاجة وحشة. وكمان في الحفلة بيتألق وعشان ما يزعلنيش بيلبس البدلة اللي كنت قايله لكم عليها في الأول. وبطلتنا طبعا بتبقى حاضرة، وعلى يمينها البطل وعلى شمالها الدكتور، وطبعا محدش من الرجالة طايق التاني. اللهم زنقة زي دي ولا نشكي ولا نبكي طيلة حياتنا. وبعد لما بيخلصوا الحفلة بيمشوا كلهم سوا، وروكا بتحس ان الرجالة هيتخانقوا فبتاخد البطلة وبتهرب عشان الخسائر تبقى قليلة. والدكتور بيعرفه انه مش هيستسلم وهيتجوز البطلة، فابننا بيقوله طب ما انا كمان مش هستسلم وهتجوزها برضو. وتاني يوم العازف بيبقى مسافر فبيسلموا عليه وبيودعوه. وبالليل بتتمشى مع الدكتور واللي بيعرفها انه لسه بيحبها وهيسافر يوم الاثنين، فلو بتحبه هتتجوزه وتجيله المطار. فبتحتار ومش بتبقى عارفة تعمل ايه. وتاني يوم بتصحى بدري وبتدي للبطل فطاره، فبيطلب منها تعمل له عشاء معين، فبتقوله طبعا من عيوني يا غالي. فروكا بتقفشها وبتقولها اطلعي من جو المطبخ اللي انت عايشة فيه، تعالي اما زبطك، انا لسه مش عارفة انت هتختاري البطل ولا الدكتور، لازم نقرر سوا. وبتظبطها فعلا عشان مفروض خارجة مع البطل، وبتفكره هيوديها مكان تحفة، ولكنه بيوديها مطعم تحت بير السلم. فبنتنا بتزعل على المجهود اللي بذلته، وبتقوله مش عيب عليك تجيبني هنا مطاعم الفقراء وعامة الشعب. فبيقول لها ما تنسيش ان انت كمان من عامة الشعب. ايوه كده فكرها باصلها، وده لان بنتنا شايفه نفسها شويه فبترجع تهدى تاني. وبعدها بياخدها على عربيته وبيفتح لها الباب كمان،
وبيعرفها ان في الاول كان عنده عقدة من الستات لحد ما شافها، وان اول حاجة عجبته فيها هي اكلها، فعلا الوصول لقلب الراجل عن طريق معدته، بس بعد كده حبها بجد ومش قادر على بعدها، وبيديها شوية كلام رومانسي من اللي قلبكو يحبه، وبنتنا من الصدمة مش بتنطق. ويوم الاتنين بيجي خلاص، وبنلاقي الدكتور بيجهز شنطته عشان مسافر وركبت واسيه، وبعدها بتطلع للبطلة وبتعرفها انها لو بتحب الدكتور تروح تقوله، وحتى لو مش بتحبه تروح تعرفه برضه عشان يقدر يتخطاها. روكا دي اكتر بني ادمة سالكة شفتها في حياتي، وفعلا بنتنا بتتشجع وبتروح له، وبيبقى مفكرها وافقت، بس هي بتعرفه ان هو شاب جوهرة ومفيش زيه ويستاهل واحدة احسن منها، فبيحترم صراحتها عشان ما لعبتش بيه زي مرات ابوه، وكمان فكت له عقدته، وبيعرفها انها من دلوقتي تعتبر اخته، ولو احتاجته في اي وقت تكلمه. وبعد لما بيمشي بنلاقي روكا هي كمان سحب شنطتها وهتسافر لندن عشان تشتغل في شركة ازياء هناك، وبتقول لبنتنا انا قلت اسيبك انتي والبطل على راحتكو عشان عمري ما بقى شريرة في رواية احدهم، اخت روكا اللهم كتر من امثالك. وبنتنا بتدرك في اللحظة دي انها بتحب البطل خالص خالص، وان هما كده هيبقوا لوحدهم في البيت، فبتطلع جري على هناك، ولكنها بتتفاجئ ان هو كمان لامم شنطة هدومه ومسافر. المسلسل اللي كله بيسافر ده، لأ لمولي شنطنا احنا كمان، هم مش احسن مننا في حاجة. المهم ان بطلتنا بتقوله ايه واخدة هتمشي وتسيبني لوحدي، طب انا احب في مين دلوقتي بعد ما وقعتني في شباكك؟ فبطلنا بيتصدم، واللي هو اخيرا نطقتي الكلام الحلو ده ليا، انا لو عليا مش عايزة اسافر واسيبك يا ست البنات. وبيعرف انه مسافر فرنسا 4 ايام، وانها لو قالت له اقعد هيقعد عشان ما يستحملش يشوف عيونها زعلانة، فبتتكسف زكت احنا اتكسفنا وبتحضنه، فبيقول لها لو كده بقى اقعد، فبتقول له لا سافر عشان شغلك، بس استنى عندي فكرة احسن، يلا نسافر سوا وهو بالمرة نتجوز هناك ونقضي شهر العسل. وطبعا بطلنا ما بيصدق، فجري على المطار وبيبقوا مع بعض في الاخر، وبيخلص المسلسل على كده. واول حاجة اتعلمناها يا بنات الشقة بقت فاضية، جري على هناك وهنقعد فيها وهناخدها وضع يد، وبصراحة الفيو هناك تحفة والشقة ما تتسابش. وتاني حاجة اتعلمناها اللي بتعرف تروق مكنستك ويلا بينا على اليابان. انتوا عارفين البطلة بتاخد كام في الشهر؟ 80,000 بحالهم، انا بشتغل في بيتنا ومحدش بيعبرني ب8 جنيه حتى، وطبعا كلنا كده، فيلا بينا بسرعة يا بنات الشقة بتنادينا. وتالت حاجة البطل للأسف مش هينفع يبقى جوزنا، وده لأنه ارتبط بالبطلة وهتحصل مشاكل كتير. فقدامنا الدكتور راجل محترم وأخلاقه عالية، وكمان مسافر أفريقيا، يعني الطيارة لو حصل لها حاجة كده ولا كده ممكن تقع في مصر، فنعمل ايه؟ كل واحدة تطلع على السطح واللي تلحقه حلال عليها، أنا مسامحة فيه، إنما العازف اللي هتبصله هجيبها من قفاها، عشان ده جوزي من أيام المسلسل اللي أنا كنت عاملاه له زمان، وهسيب لكم اللينك بتاعه تحت. ورابع حاجة محتاجين نبقى سالكين زي روكا كده، بس ما نبصش لخصوصيتها، وده لأن ودانها مرمية في كل حتة، ولو وصلتوا لهنا تبقوا من متابعيني الأصيلين جدا جدا جدا، اللي هيظبطوني ويقدروا تعبي وينزلوا يحطوا لايك للفيديو ويوصلوا ل10,000 لايك، وما تكسلوش يا حبايبي بليز، وكمان اشتركوا في القناة واكتبوا رأيكم تحت في التعليقات. باي.